في مصر توجد مساجد كثيرة، منهم من يصلي بثماني ركعات في صلاة التراويح، ومنهم من يصلي بعشرين ركعة، وبعضهم يطيل وبعضهم يقصر، فأي الصلوات أصح؟ كل ورد نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أفضل الثمان ركعات بجزء، هذا ما أفضله شخصيا يعني، لأن هذا موسم عبادة وطاعة، فالأولى الإنسان ألا يقصر في الطاعة في هذا الباب. ماذا لإخواتنا في أوروبا شيخ عصام؟ بعض المساجد تصلي بعدد من ركعات كبير، 20 ركعة، وكل ركعة فيها عدد من الآيات القصيرة من الجزء اللي في هذا اليوم بالتحديد يعني. كل المساجد في كل العالم تفعل ذلك. نعم. كل البلاد فيها مساجد تفعل ذلك. نعم. في أوروبا وفي بلاد العرب. لكن هذا ما أقول، ما هذا ما أفضله. أما إذا كان اتفق الناس على يعني وسيلة أو أسلوب معين عدد من الصلوات فلا مانع، ما دام ذلك يؤلف قلوب الناس ويجعلهم أقرب إلى الله، والتواجد في المسجد لأداء الطاعة في هذا الشهر العظيم.